السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة، إن شاء الله هي أول محاضرة لنا، محاضرة رقم 9، أول محاضرة بالكورس الثاني راح نتناول بيها البروتكشن وورك ستراكشر، هياكل أو منشآت الحماية. شنو نقصد بيها؟ البروتكشن وورك أعمال الحماية أو منشآت الحماية. are required هي منشآت عادة تقام بالنسبة إلى المنشأ الهيدروليكي في منطقة المنبع ومنطقة المصب upstream and downstream site. الغرض معتها شنو هي؟ احنا سبق وتناولنا بالكورس الاول انه اكو انواع من الفشل يصيب المنشأ الهيدروليكي، وصنفناها الى 3 انواع من الفشل: فشل ستراكشر، وفشل بسبب الايرثك ويك والزلازل، وفشل هيدروليكي، وفشل بسبب السيبج. الفشل الهيدروليكي لما يكون اوفر تيرنينج، هذا حاليا مو ضمن يعني دراستكم بالمرحلة الثانية، وكذلك فشل ستراكشر هذا يرجع للمنشأ ستراكشر، والفشل الارثكويك ايضا مو من ضمن يعني البرانش اللي انتم تاخذونه هذه السنة. اللي يهمكم انتم هو السيبج فيلر، هو يعني اكثر انواع شيوعا، تقريبا نسبة الفشل اللي يصير به توصل الى 45%. يعني اكثر انواع الفشل يصير لما انه الماء يتسرب تحت السد، يعني وكأنه يكون شبكة جريان خاصة تحت المنشأ الهيدروليكي. فأنا المفروض شنو أسوي؟ أوفر أجزاء حماية. اللي أخذناه بالكورس الأول كنا ناخذ الكتوف، إذا سامعين بيه أو تذكرونه العفو، اللي هو جدار القاطع أو إلى اسم ثاني نسميه الريتينينج وول. الريتينينج وول هي عبارة عن جدران ساندة أو جدران قاطعة أنا أضعها تحت أرضية المنشأ الهيدروليكي، الغرض من عندها أطول خط الكريب لاين أو خط الزحف حتى تقل الجهد أو الطاقة مالته، وبالتالي يطول مساره فيضعف تأثيره داخل التربة فما يسبب السكور أو أبلفت برجر تحت قاعدة المنشأ الهيدروليكي. اليوم راح نجي ناخذ نوعين من طرق الحماية. هذا الموضوع جدا مهم وضروري تعتنون به، لأنه يعني قلت لكم انه يعالج لكم مشكلة السيبج فيلر اللي يصير بالمنشآت الهيدروليكية. اذا منشآت الحماية قلنا انه اول اعمال الحماية تقام بالابستريم والداونستريم سايد، الغرض من عندها انه مطلوبات النقطتين prevent البوسيبلتي اوف سكور هول ترافلينج كلوز تو ذا فلاور. احنا قلنا احد انواع الفشل اللي هو يصير بسبب السكور. السكور شنو يعني؟ نحر التربة اللي يصير بالداونستريم، هذا النحر حبيبات التربة تخرج من منطقة الأبستريم باتجاه الداونستريم وبالتالي تنحر وتظهر هنا، إن فسبب إن تحت التربة نوع من أنواع القنوات المائية نسميها إحنا البايبينج. فحتى أمنع هذا النوع أستخدم هاي أول خاصية. ثانيا relative or residual uplift pressure through the filter. شنو الغرض نقصد بها هاي النقطة الثانية؟ تحت أو أسفل يعني المنشأ الهيدروليكي نفسه بتأثير حبس المياه وتداولها بالطبقات التكتونية الخاصة بالتكوين الجيولوجي لتربة الأساس الفاونديشن أريا، راح ومرور الوقت تأثير عامل الوقت والزمن، هاي الإشادات داخل التربة راح يعني الماء يرتفع يصير بنوع من الإشادات الداخلية يسمونها عندنا الأكتيف يعني ستريس والباسيف ستريس. فهذا النوع من الإجهادات وهذا الأبلفت بريجر يحاول يصعد لي أرضية المنشأ الهيدروليكي نحو الأعلى، نسميه إحنا ضغط الإصعاد. ونوعا ما مرات أحد يلاحظه حتى يعني بشكل بسيط في بيوته، إنه دائما نوع من أنواع الأرضية اللي تستخدمها أنت الكاش أو هاي دائما تلقاها ترتفع نحو الأعلى. فلا يعني شنو برأيك انه يكون تحت اسفل هذا المنشأ الهيدروليكي اللي هو اصلا عبارة عن منشأ يقام لخزن المياه؟ فاني حتى اتجنب مو 100% وقدر الامكان اقلل من هاي النوع من الفشل استخدم اعمال الحماية او منشآت الحماية. نجي شنو هي اكثر انواع الحماية او منشآت الحماية اللي يستخدموهن بالاضافة للكتوف؟ لاحظوا السنة اكو كتوف مرسمت لك اياه انا باللون الاحمر. هو عندنا الانفيرتر فلتر، الفلتر المعكوس، وعندنا اللانشنج ابروتش اللي هو يسمونه الاسم العلمي اطلاق المريله، او هسه راح نجي نوضح لكم اياها. منشآت الحمايه توضع بالابستريم وبالداونستريم. اول وحده راح ناخذ الداونستريم بروتكشن. نجي على الداونستريم بروتكشن، عندي هذا المنشأ الهيدروليكي الكونكريت سيمنت بلوك مثل ما تعرف، نجي هنايا تويل اوي، هاي منطقه الداونستريم اضع بيها 2
منشآت. أول شيء أضع بيها بالداون ستريم فلتر، والفلتر يكون من عدة طبقات، كروس، جرافول، لاير، ساند، فاين. هذا الفلتر من هذه الطبقات من يعني من الحصى والرمل، وها يمنع خروج هذه التربة، يحافظ على تسلسل هذه التربة وتبقى بمكانها، وبالتالي راح تجنب مشكلة النحر سكورنج. بالإضافة راح أستخدم لانشنج أبرون اللي هو هذا لانش أبرون اللي هو مثل ما نقول المعكوس، يعني مثل الكتوف لكن معكوس. هذا الغرض من عنده يزيد لي طول مسار الماء بالنسبة للداون ستريم. يعني تخيل الماء مكان ما يجيك بهذا الجانب، يعني يجيك بهذا الجانب إلى أن ينقطع، بالتالي راح يطول المسار مالته، يضعف جهده، ويكون تأثيره على منطقة الداون ستر قليل. لاحظ هسه احنا لحد الآن بالداون ستريم، ذن أنشأناها اثنين وين؟ بالداون ستريم. وين؟ بالداون ستريم. نجي عيني هاي ستون اللي هو قلنا الحجر، ويشمل أي أنواع من الحجر. إيش قد طوله؟ دائما ناخذه ايش قد الطول، هاي كنت تعرفه انت، يعني ضروري تاخذ ديزاين كريتيريا. 1.5 من الدي. الدي شو يمثل لي؟ يمثل لي عمق هذا الـ يعني الكتوف المعكوس. بعد شغله ثانيه لهذا العمل الكتوف المعكوس اللي هو شنو هو؟ يعبر لي الماء، مو اكو ماء راح يتجمع لي بالداون ستريم، مكان ما يضخه بشكل مباشر اذا اكو يعني جزء من الماء الفائض داخل التربة المتكون بهذه الجهة، يطلق إلى مكان بعيد، هذا يكون بعيد عن التربة القريبة من السد، وبالتالي راح يوزع إجهاداته. فهاي ضروري تنتبهوا لهن، تنتبه للواحد ونص دي، دي شي تمثل لك، هاي ضروري تنتبه لهن. هذا الووتر ديبث، هذا الستون، هذا الرسم مطلوب. من أقول لك درو وذ سكتشمنت، هذا مطلوب للداون ستريم. تأكد لي على ذني، تبين لي ياهن وين الانفرتر فلتر، تمام. هذا لاحظ هذا انفرتر فلتر هسه هنا، هذا نوع قلت لكم من الحجر يستخدمونه، الغرض من عنده انه دائما يوجد، ايضا يضيف جماليه هو يعني اذا منتبهين الى جوانب الانهر ايضا يوضع هذا النوع من الحجر، يسمونه الاغراض التكسيه. فهذا الفلتر الابعاد مالته، العرض من يلي منين؟ 1.5 من الدي او 2 دي، شو مثل لك الدي البعد من يلي منين؟ تمام عيني، هذا هو. وكذلك يضع بالداون ستريم شيت. لاحظ هسه المنطقه من هنايه الى الاخير كلها تمثل لك داون ستريم. هذا الحكي حكيته كله ينشرح فوق. بالمناسبة هذا الشرح يعني هذا الكلام هنا جست فلتر، بس المطلوب من عندك انت كعلمية ان تعرف لي انه ايش قد السمك مالتها، تقرأ يعني تقول، يعني اذا قلت لك شنو معنى انفرتر فلتر، قول هو فلتر يوز مثلا داون ستريم، منين يصنع من الكونكريت فلور، انفرتر فلتر ايش قد الطول مالته، من 1.5 الى 2 دي اللونج مالته، تمام. هاي باقي الامور ما مطلوبة، هاي يجي هنا الانفرتر فلتر، هذا مطلوب اللي انا مسويته باللون البنفسجي، هذا المطلوب. شنو الغرض من عنده؟ راديوس البروب البوسابيلتي البايبنج، اسباب البايبنج اند فري فلو اوف سيفج ثروف اتسيل وذاوت فاونديشن سويل، يعني انه يخلي الماء يجري لكن بدون خروج تربه الاساس، هي هاي الغرض الرئيسي من عندها. هاي ضروري تنتبهوا لها، ضروري، لان اني اجيب هاي يعني من اقول لك تشرح لي فد موضوع معين، هو هذا الغرض من عنده، هاي مطلوبه، تمام. وبالنسبه للاجابه ارجع واقول بالمتمكن باللغه الانجليزيه اتس اوكي، ما متمكن باللغه الانجليزيه يكتب لي اياها باللغه العربيه. الكتوف الماء او المقطوع او المعكوس او سمنا اللانشنج ابرون، هذا الغرض من عنده يستخدم لك لها ارتفاع ايش قد 1.5 دي، الاسلوب مالته ضروري ثابت 2 إلى 1، الثيكنس مالته هاي مجرد يساوينا تحت الجذر 5 دي، تمام عيني. الغرض من عند هذا يعني بصورة عامة انه زيد لك مسار يعني الماء حتى انه يكون الاطلاق مالته اعلى. نجي الابستريم بروتكشن، هسه خلصنا من الحماية او انشاءات الحماية اللي تصير بالداون ستريم، هسه منشآت الحماية وين حتصير؟ بالابستريم نفسهن. هذا عندك ستون حجر ايضا يضاف تكسيه بالابستريم، هذا الكتوف موجود بالابستريم، لاحظ هسه المي هنا هذا كله يتجمع مي، هاي كلها جهه تنمل مي. نجي هذا هو الفلتر او الانفرتر فلتر المحكوس، نفس استخداماتهن او الغرض معتهن نفس الموجودات بالداون ستريم.
نفسهن نفس الاستخدامات، لكن ذن يوضعن بالأوبس 3. بس تنتبهون على شغلة واحدة، ها الستون نفسه، الحجر ايش قد متر مكعب الى كذا، هذا الكونكريت، هذا الشيت بايض، هاي بصورة عامة معلومات عامة. الغرض معتها الجوينتينج، حتى لاحظ اللي يوضع بالهذا المن يبنى يقلل لك الرلايف ابلفت بريشر، هاي ضروري جدا. كذلك حتى هذا الستون بفائدة، لاحظ هاي نامطتك اياها، الغرض معده يقلل ضغط الماء الموجود داخل التربة، الرلايف اوف ابلفت بريشر، اوبن جوين لايتلي باك وذ جرافل، تمام عيني؟ هاي ضروري جدا تنتبهون تفهمون هاي المفاهيم. بالنسبة للمسألة مالتهن صراحة هي ما بموضوع هذا، ما بمسائل قوية، مجرد يعني شرح مثلا إذا بالامتحان شنو أريد أجيب لك؟ أجيب لك أقول لك if you know، if you know ال depth of مثلا launching apron، هاي ال depth اللي خاص بها كدي، أو أعطيك طولها، أعطيك طول هاي اللي launching apron طولها، أنت عندك الميل مالتها، إيش تقدر تطلع لي؟ تطلع لي هذا الدبث عمقها ايش قد تمتد الى يا عمق. انا ايش اطلب من عندك مثلا؟ اطلب من عندك طول الفلتر، طول الفلتر ايش قد تاخذه انت، اما 2 دي او 1 دي، منين تجيب الدي؟ لازم تحسبها منها. انا ايش انطيك هذا تكون تحفظه 2 الى 1 من هسه، مو احد يسالني ويقول ليش ما تنطينا اياه، هذا ينحفظ الرقم. نجي انطيك طول هذا اللانشينج ابرون، هذا انطيك طوله، اقول لك مثلا طوله 2 متر، عن طريق الميل عندك وعندك 2 متر تطلع لي الدي، بعد ما تطلع لي قيمة الدي تروح تحسب لي طول الانفرتر فلتر، هالشكل يجيك السؤال مو أكثر، تمام عيني؟ هذا كل المطلوب. يعني تجي على شغلة ثانية اللي هي السمك، ايش قد سمك الانفرتر فلتر؟ ايش قد سمكه الانفرتر فلتر؟ هذا القانون تحفظه او تكتبه ضمن لستة القوانين اللي هو 2.25 دي في التي على 1.5 دي في التي يساوي لنا 1.5 في الدي في التي، تضرب بسطين بطرفين تطلع لي قيمة التي اللي هو thickness of inverter filter، هذا مطلوب. بعد يعني هذا ايضا يعتمد على قيمة الدي، اذا قيمة الدي متوفرة عندك تقدر تحسب لي قيمة الثيكنس، هاي ضروري تنتبه لها، تمام يعني؟ هو هذا فقط، هاي الامور جاد تشوف شارح وكذا وهيج واثنين رو، هاي مالهن داعي، هاي دا تشوف هنا مالهن داعي يعني صراحة، يعني مجرد معلومات عامة. الأهم شيء تنتبه لي على ذن الرسمين ومتفاصيلهم ومحتوياتهم الداخلية. الثيكنس الأقصد بي تي هو هذا ثمك الستون الانفيرتر فلتر. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار تقدرون تراسلون على القناة، إن شاء الله نجاوبكم عليهن. هي محاضرتنا لهذا اليوم اللي هي خاصة بأعمال ومنشآت الحماية، ألتقيكم إن شاء الله بالمحاضرات الأخرى، دمتم على أمان الله وحفظه.